حبايبي وأصدقائي، سلام عليكم. الباك جراوند، الخلفية اللي ورايا دي، هي لسه حالا سكرين شوت من كواي. صفحتي على كواي باين فيها أمامكم الاي دي والفولورز المتابعين 2000، وأنا بتابع 5000، واللايكات بإذن الله بفضل ربنا وببركة دعواتكم ومتابعتكم إن شاء الله نتجاوز 6000 قريبا. النهاردة أنا عندي مجموعة أخبار جميلة جدا جدا بشأن مصر، السفر، السياحة، الطيران، أخبار كلها مبشرة بارتفاع معدلات حركة السياحة والسفر، مشاريع سياحية جديدة، مؤتمرات، كذلك مناصب دولية بتحصل عليها سلطة الطيران المدني المصري في الأيكاو، وغيرها حاجات كتير. هنبدأ بيها الأول إن فوز مصر بعضوية مجلس الأيكاو، المنظمة الدولية للطيران، ودي منظمة أعضائها حكومات، ولكن الأياتا منظمة دولية أعضائها شركات طيران. وده هذا الفوز عبارة عن تتويج لجهود العاملين بقطاع الطيران المدني المصري، وهذا بيعزز مكانة مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، وبيؤكد طبعا أن مصر حريصة كل الحرص على سلامة واستدامة الطيران المدني العالمي، ولا تؤول جهدا في المشاركة في أي قضية مهمة بتتعلق بالأمن والسلامة وحماية البيئة لقطاع الطيران المدني عالميا. والحمد لله هذا التتويج أيضا يعني حصلت مصر من خلال الاجتماع الأخير على عضوية مجلس المنظمة عن الفئة الثانية، وده لمدة 3 سنوات قادمة. وفازت أيضا مصر بمنصب آخر، هو نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بمنظمة الأيكاو، وده الحقيقة كان من خلال دعم كبير من المفوضية الأفريقية للطيران والمفوضية العربية للطيران، ودعمهم لمصر لتحتفظ بمقعدها في عضوية مجلس منظمة الأيكاو لمدة 3 سنوات قادمة. إحنا الأرقام السياحية، إحنا سابقا في 2010 حققنا حوالي 14 مليون سائح، وفي 2019 قبل الجائحة على طول كان الإيرادات بلغت حوالي 13.3 مليار دولار. 2020 مع الجائحة انخفضت الإيرادات وحركة السياحة العالمية الواردة والصادرة إلى ومن مصر، وتم تحقيق فقط 4 مليار دولار فقط. ولكن نحن في سبيلنا لاستعادة المركز والموقع والإيراد أيضا. مصر على فكرة حصلت على المركز التاسع حاليا كأكثر مقصد سياحي شهرة وإقبالا للسفر ضمن القائمة اللي بتضم 17 مقصد سياحي، وده كبيان بنحصل عليه من احتساب وتقييم الحجوزات مع شركات السياحة والوكلاء السفر لعام 22 و 23، وده من خلال موقع Travel Awaits عبر صفحة اليوم السابع. كذلك موقع Trip Advisor اختار مدينتي القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 22 الحالي، كما كان اختيار مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الحالي، ده بالإضافة للإقبال العظيم على مرسى مطروح وإحياء مسار العائلة المقدسة وانتعاش السياحة الدينية، وإن شاء الله القادم